بكم أيها السيدات والسادة، هذا سلام الديك يحييكم، ونلتقي وإياكم في رحاب الذكرى 18 لرحيل القائد المؤسس دولة رئيس الوزراء دكتور محمد شتية، أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ممثلو الفصائل، السيدات والسادة، كل بلقبه وباسمه، أهلا بكم. نرحب بكم في رحاب الذكرى 18 لارتقاء الرئيس المؤسس، وروحه ماثلة أمامنا دوما، وحضوره الطاغي يزداد وهجا رغم الغياب. نقف وإياكم الآن دقيقة صمت واحتراما لروح الشهداء والشهيد المؤسس ياسر عرفات، ونقرأ الفاتحة لأرواح الشهداء. صدق الله العظيم. سيدات والسادة، خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها القارئ فراس القزاز، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا Yeah.
وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العظيم. شكرا للقارئ الشيخ فراس القزاز. سيدات والسادة، 18 سنة على رحيل القائد المؤسس. صحيح أن الجسد رحل، لكن هل رحلت الفكرة؟ الفكرة متجذرة وباقية، لم ولن ترحل. تتوهج فكرة ياسر عرفات ويتعزز الصمود، فالأجيال الجديدة أصبحت كما كنت تردد يا أبا عمار: الجنرالات الجدد حملوا الراية وحافظوا على العهد والقسم. الآن سيدات والسادة، كلمة دولة رئيس الوزراء مؤثراً عن السيد الرئيس محمود عباس في هذه الذكرى 18 لرحيل القائد المؤسس ياسر عرفات، فليتفضل دولة رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إخواني أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الأعزاء السلك الدبلوماسي الحاضرين معنا وبيننا، الأخوات والإخوة الحضور، أنقل لكم تحيات أخي سيادة الرئيس محمود عباس، وأحييكم على حضوركم في مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، وهي الذكرى 18 لرحيل قائدنا ومعلمنا ورئيسنا الشهيد ياسر عرفات. الرئيس أبو عمار بحضوره كان ملهماً، وبسيرته ما زال ملهماً، وبإرثه العظيم وعطائه اللامحدود، وبقلبه الدافئ الكبير، وقد حفر اسمه في سفر فلسطين قائداً مقداماً وفي قلوبنا جميعاً وعند أحرار العالم. إرثه متحف، ومتحفه رواية مكتملة الزوايا، وسيرته وذكراه متجددة وغير متبددة. وما كرسته مؤسسة ياسر عرفات من جهد تشكر عليه أخي العزيز علي مهنا، أنت وطاقم المؤسسة، وأؤكد باسم السيد الرئيس والحكومة أنها تنال كل دعم وتأييد من طرفنا. وأشكركم اليوم على تكريم أم الأسرى والشهداء أختنا أم ناصر، وتكريم روح شيرين أبو عاقلي، وتكريم راحلنا أخي وصديقي الدكتور صائب عريقات، باسم إخواني في اللجنة المركزية برئاسة السيد الرئيس أبو مازن وهيئات الحركة وكوادرها وشركائنا بالنضال الوطني وإخواني في مجلس الوزراء وشعبنا العظيم، نجدد العهد لروح ياسر عرفات ونلتف حول مشروعنا الوطني حتى إنجازه ودحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة متواصلة الأطراف وذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، ونلتف حول العلم ونعتز به وندافع عنه في كل مكان يزرع فيه، وخاصة قدسنا المقدسة، مدينتنا الحاضرة، قبلتنا الأولى،
معراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومدينة سيدنا المسيح عليه السلام. وقد طلبنا من جميع الهيئات الحكومية واللجان الشعبية إحياء ذكرى أبو عمار والمشاركة في فعالياتها، واليوم غزة قالت كلمتها حفاظاً على تراث الشهيد ياسر عرفات وتخليداً لذكراه. غزة التي أحبها أبو عمار مثلما أحب القدس وكل فلسطين، تأتي ذكرى ياسر عرفات وأمامنا مجموعة من التحديات الجدية. وقد أرسى سيادة الرئيس أبو مازن في خطابه في الأمم المتحدة وأمام القمة العربية في الجزائر ملامح واضحة لما سوف نواجهه ولما نحن ذاهبون إليه. أولاً، قدمت الإدارة الأمريكية وعوداً ولم تنفذ منها إلا أقل من القليل، وقد قال الرئيس لهم مراراً وتكراراً: نحن لم تعد تكفينا الوعود، بل نريد تطبيقاً على أرض الواقع، سواء كان ذلك وقف الإجراءات الأحادية أو رفع اسم منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وغيره. وأمس عبرت الولايات المتحدة خط الانتخابات النصفية، وهي تستطيع إن أرادت أن توفي بما وعدت به، ولكن يبدو أن ذلك أمر بعيد لغياب الإرادة السياسية. ثانياً، يجري الآن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. من الواضح أن ملامحها مهما كان لون أو أيديولوجية الشركاء فيها ستكون حكومة متطرفين تقطر عنصرية وعدوانية تجاه شعبنا في الداخل وهنا، حكومة توسيع الاستيطان وشرعنة البؤر والاجتياحات المتكررة للأقصى والمدن والقرى وازدياد الاعتداءات على مناطق جيم وزيادة في حدة القمع على شعبنا وأسرانا والقتل والدمار. كما أن برامج الأحزاب لا تنتج شريكاً للسلام، والانتخابات لم تخرج هذا الشريك إلى الوجود. إن الحكومة الإسرائيلية التي وقعت اتفاق أوسلو لم تعد موجودة، ولا مناخ أوسلو عاد موجوداً. ورداً على ذلك قال الرئيس أن قرارات المجلس المركزي، وقالت معه كذلك القيادة مجتمعة، سيبدأ تنفيذها خطوة خطوة. ثانياً، وعليه مطلوب من العالم أن يقول أن هذا الاحتلال الاستعماري الاستيطاني يجب أن يتوقف وينتهي، وأن يعترف بدولة فلسطين إيماناً منه بحل الدولتين ورداً على الإجراءات الإسرائيلية العدوانية. رابعاً، وقعت الفصائل الفلسطينية مجتمعةً اتفاق الجزائر، ونحن نريد لهذا الاتفاق أن ينفذ وأن ينجح بحيث ينتهي هذا الانقسام بلا رجعة، وأن نحمي جميعاً مؤسساتنا ومشروعنا الوطني على أساس برنامج سياسي نضالي نتفق عليه جميعاً مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة والقانون الدولي. وهنا أحيي الجهد الذي بذلته الجزائر وتبذله مصر الصديقة والعزيزة وقطر وجميع الدول العربية التي ساهمت إيجاباً في هذا الاتجاه. خامساً، إن هذا الاحتلال الإسرائيلي مربح، حيث تجني إسرائيل ما مجموع 41 مليار دولار سنوياً، وهي ما تشبيه من نظامها الاستعماري بسيطرته على الأراضي الفلسطينية والقدس، وهذا ما يساهم به بالناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. ونحن نخسر أكثر من 4.3 مليار دولار سنوياً بسبب عدم تمكننا من الوصول إلى المناطق المسمى جيم. لابد أن يصبح هذا الاحتلال مكلفاً لإسرائيل حتى يزول، والمقاومة الشعبية
هي أداة نضالية ليصبح الاحتلال مكلف، بالإضافة إلى العقوبات على إسرائيل ومقاطعة بضائعها، وهي أدوات مردودها هام على الصعيدين الشعبي والدولي. وفي الختام، الرحمة لروح الشهيد ياسر عرفات، والرحمة للشهداء، والبقاء لتراث وتاريخ ياسر عرفات المشرف، والحرية للأسرى الأبطال الذين يرنون إلى الحرية كل يوم، والشفاء للجرحى الذين يئنون من رصاص الاحتلال. المجد لك يا أبو عمار، والحرية لفلسطين بعاصمتها القدس، والعودة للاجئين. ونقول: إن ذهب المعلم تبقى المدرسة. وشكرا. شكرا لدولة رئيس الوزراء. سيدات والسادة، لحفظ الإرث الوطني للقائد المؤسس ياسر عرفات، تم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات عام 2007، فتم تجميع معظم أرشيفه وبناء متحف ياسر عرفات، واستمرت المؤسسة بممارسة دورها الوطني بثبات وتطور. والآن أدعوكم لمشاهدة هذا الفيلم القصير ليتحدث عن مؤسسة ياسر عرفات، فلنشاهد سوية. خمسة عشر عاماً من عمر مؤسسة ياسر عرفات وعلى خطاه سائرين، تخليداً لذكرى الرئيس الشهيد ياسر عرفات قائد الشعب الفلسطيني ورمز قضيته، تأتي مؤسسة ياسر عرفات للمحافظة على تراثه والإفادة من هذا التراث ونقله للأجيال القادمة، والعمل على مواصلة نهجه في النضال والعطاء والارتقاء بالإنسان الفلسطيني على طريق تحقيق الاستقلال وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني. مؤسسة ياسر عرفات مؤسسة عامة غير ربحية، رئيسها الفخري الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ويقود عملها مجلس أمناء يضم أكثر من 80 شخصية قيادية فلسطينية وعربية، ويرأسه حالياً السياسي الأردني الدكتور ممدوح العبادي الذي تم انتخابه بعد رئاسة السيد عمرو موسى لمجلس الأمناء لمدة 14 عاماً. وينبثق عن مجلس الأمناء مجلس للإدارة يشرف على تنفيذ سياسات وأهداف المؤسسة. إن تخليد ذكرى الرئيس القائد ياسر عرفات هو تخليد للموروث النضالي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وتعزيز للقيم الوطنية والديمقراطية، كما تسهم المحافظة على تراثه في تأريخ وتوثيق مرحلة النضال الفلسطيني المعاصر بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. تعمل مؤسسة ياسر عرفات على جمع هذا التراث وفق أحدث النظم والتقنيات، بما في ذلك الأرشيف المكتوب والمرئي والمسموع، وتسعى جاهدة للمحافظة عليه والاستفادة منه وإتاحته للشعب الفلسطيني والشعوب الصديقة. الشعب من هذه العنصرية وهذا الإرهاب. سعت المؤسسة خلال 15 عاماً إلى تحقيق أهدافها وبرامجها الثابتة، وعلى رأسها إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد القائد المؤسس في العاشر من نوفمبر من كل عام ضمن فعالية وطنية وثقافية. ويتخلل إحياء الذكرى الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة ياسر عرفات للإنجاز، التي تمنح سنوياً تشجيعاً للعمل الجاد والمميز في مجالات العمل الوطني والثقافي والاجتماعي والعلمي والأكاديمي. تخضع الجائزة لأنظمة وشروط تشرف عليها لجنة خاصة تضم نخبة من الشخصيات الاعتبارية يتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وبمصادقة من مجلس الأمناء. وعلى مر 15 عاماً منحت الجائزة لأكثر من 20 مرشحاً من مختلف المجالات.
حققت المؤسسة أحد أهم أهدافها في العام 2016 بافتتاح متحف ياسر عرفات، متحف الذاكرة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، الذي أقيم على أرض معركته الأخيرة ساحة المقاطعة التي شهدت الوداع الأسطوري له، متصلاً بمقر قيادته ومكتبه وخندقه الأخير، ومطلاً على ضريحه الذي تقوم المؤسسة بدورها بالاهتمام به وتنظيم مرافقه وإدارتها. شكل المتحف فضاءً وطنياً ثقافياً وتعليمياً رائداً في تقديم رواية الحركة الوطنية الفلسطينية وعرض موروث وسيرة القائد المؤسس ياسر عرفات ضمن أحداث المئة عام السابقة، والمحافظة على مقتنياته وتخزينها في بيئة متحفية خاصة تسمح للزائرين بالاطلاع عليها، والذين بلغ عددهم حوالي 200,000 زائر من الفلسطينيين والأجانب. حرص المتحف ببيئته المعاصرة ومن خلال برامجه ومعروضاته على خلق بيئة تفاعلية مع الجمهور في إيصال منظومة القيم والمفاهيم التي آمنت بها الحركة الوطنية وعلى رأسها القائد الشهيد ياسر عرفات، من خلال إضافة لغات جديدة وإتاحة مركز مصادر للجمهور كمورد ثقافي وتعليمي يخدم المجتمع المحلي والدولي. كما يضم المتحف قاعة معارض استضافت بشكل دوري خلال الستة أعوام السابقة 9 معارض وطنية وفنية يشارك فيها فنانون فلسطينيون وعالميون، إضافة إلى قاعة المنتدى التي أحييت فيها عدة نشاطات ولقاءات متنوعة كورشات العمل والندوات والعروض. تسلمت المؤسسة بيت الرئيس ياسر عرفات في غزة عام 2015، وقامت بإصلاحه وترميمه ليصبح لاحقاً مزاراً وطنياً لأهلنا في القطاع، وافتتحت مكتباً فرعياً لها في ملحق هذا البيت، إضافة لمكتب المؤسسة في القاهرة. حرصت المؤسسة طوال أعوام على استمرارية برامجها وإضافة برامج جديدة لخطة عملها. وعلى نهج وخطى القائد اهتمت المؤسسة بزهرات وأشبال فلسطين، ففي عام 2016 أطلقت مخيمات ياسر عرفات السنوية التي تهدف لتعزيز الثقافة الوطنية والقيم الفلسطينية وتثقيف الشباب والأطفال بتاريخ وإرث ياسر عرفات. وفي عام 2017 أطلقت المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة الإذاعة والتلفزيون مسابقة المعرفة الوطنية التي تسهم في تعزيز وتطوير الوعي للرواية والثقافة الوطنية في المدارس الفلسطينية. أطلقت المؤسسة في عام 2020 برنامج ملكية أراضي اللاجئين، وهو نظام محوسب لوثائق ملكية أراضي لاجئي فلسطين بملكية أكثر من 5.5 مليون دنم من الأراضي الخاصة للاجئين الفلسطينيين في الداخل المحتل، والتي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين. يتيح النظام إمكانية الاطلاع على هذه الوثائق من قبل ملاكها وأصحاب العلاقة من خلال الوصول إلى مركز المصادر الموجود في متحف ياسر عرفات أو التواصل مع المؤسسة. وفي عام 2022 حرصت المؤسسة على إضافة برنامج نوعي آخر إلى قائمة برامجها، برنامج في الذاكرة الوطنية رفاق الدرب، الذي يحيي ذكرى رموز وقادة من المؤسسين ورفاق درب الرئيس الراحل ياسر عرفات في فعاليات جماهيرية تضم أفلاماً ومعارض صور بهدف تنوير الأجيال الشابة برسالة الثورة الفلسطينية والاعتزاز بها. على مدار أعوام أنتجت المؤسسة العديد من الأفلام والعروض الفنية والمسرحية تشجيعاً للإبداع الفني الوطني الملتزم. كما أصدرت العديد من الكتب والإصدارات بما فيها 30 عدداً لمجلتها الدورية أوراق فلسطينية، التي تضم مقالات ودراسات لأهم الأقلام الفلسطينية والعربية. نظمت المؤسسة العديد من الملتقيات العربية والدولية كملتقى القدس الدولي في الرباط وملتقيات الحوار في القاهرة
إضافة للعديد من الندوات في الوطن والخارج. منذ نشأتها وحتى الآن قامت مؤسسة ياسر عرفات طوال 15 عاماً بالوفاء برسالتها وتحقيق أهدافها، مرتكزة على قاعدة مؤسساتية صلبة من خلال مجلس أمنائها ومجلس إدارتها وإدارتها التي تنظم عملها الإداري والمالي وفق أنظمتها ولوائحها في مقرها الرئيس برام الله وأفرعها في غزة والقاهرة. تعزيزاً للقيم الوطنية والديمقراطية التي ندر الرئيس الخالد نفسه لها، تستمر المؤسسة في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني، وتتطلع المؤسسة دوماً لتطوير نشاطاتها وبرامجها على مختلف الأصعدة لتحقيق رؤيتها بالمحافظة على نهج القائد ياسر عرفات والحفاظ على الموروث الوطني الفلسطيني ونقله للأجيال القادمة. معاً وسوياً حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. استكمالاً لما ورد في هذا الفيلم، اسمحوا لي أن أدعو المستشار أستاذ علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات لإلقاء كلمة المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ممثل سيادة الرئيس دولة الدكتور محمد شتاية رئيس مجلس الوزراء، الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الإخوة الأمناء العامين للفصائل، الإخوة الوزراء، السادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية، أصحاب السماحة والنيافة والغبطة، الإخوة والأخوات مع حفظ الألقاب والصفات، أرحب بكم باسم مؤسسة ياسر عرفات بمجلسي الأمناء والإدارة والعاملين بها كافة في رحاب الرئيس المؤسس، حيث نلتقي اليوم للترحم على روحه الطاهرة وروح رفاق دربه وشهداء شعبنا كافة، شهداء الأمس وشهداء اليوم والغد على درب أبي عمار في الصبر والصمود والمقاومة، وعلى شهداء أمتنا العربية جميعاً. 18 عاماً انقضت على رحيل الجسد، ووقع الصدمة لا زال ماثلاً علينا جميعاً، والجنازات الثلاث في باريس والقاهرة ورام الله، حيث استراح جسده الطاهر مؤقتاً بانتظار احتضان أبدي للقدس العاصمة لابنها البار في يوم يرونه بعيداً ونراه قريباً وإنا لصادقون. من ولد مع ارتقاء أبو عمار أصبح اليوم شاباً يافعاً صلباً مقاوماً يحمل الراية ويجدد العهد والقسم ولا يتردد في مقاومة الاحتلال. 18 عاماً ولا زال مثل ياسر عرفات طاغياً في حياتنا اليومية وحضوره فينا ومعنا، يمثل علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا تراجع، وأصبح واضحاً رغم الصعاب الحالية أنه لا يوجد فلسطيني واحد يقبل ما رفضه ياسر عرفات. وخلال هذه السنوات تم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات بمرسوم رئاسي من سيادة الرئيس محمود عباس عام 2007 والتعديلات اللاحقة عليه، وتعزز بناؤها وبرامجها وفعالياتها، فقد تم جمع معظم أرشيف الرئيس الراحل وبناء وتشغيل متحفه الذي أصبح بعد 6 سنوات من افتتاحه مزاراً وطنياً للذاكرة الجمعية لشعبنا،
وبناء وتشغيل متحفه الذي أصبح مزاراً وطنياً للذاكرة الجمعية لشعبنا يعج بطلبتنا وشبابنا، وكذلك الأمر بالعائلات وضيوفنا الأجانب. وأصبحت الرواية الفلسطينية فيه تعرض وتسمع بتسع لغات. كما نظمت المؤسسة خلال السنوات الخمسة الماضية مخيمات ياسر عرفات الصيفية، وطورت شراكتها مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ونظمت مسابقة المعرفة الوطنية لكافة المدارس الحكومية لزيادة الوعي والاهتمام بتاريخنا وحقنا ورواياتنا. كما استمرت المؤسسة بإصدار مجلتها الدورية أوراق فلسطينية، والتي صدر منها حتى الآن 30 عدداً. كما قامت المؤسسة خلال السنتين الماضيتين بتطوير برنامج وثائق ملكية أراضي لاجئي 1948، مما مكن الكثيرون من الحصول على إشعار بهذه الملكية باعتبارها حق لا يسقط بالتقادم. وقد تابعتم معنا برنامجنا الجديد الذي أحيي خلال هذا العام ذكرى ميلاد 4 من القادة المؤسسين: خالد الحسن، جورج حبش، صلاح خلف أبو إياد، وخليل الوزير أبو جهاد. وقد اعتمد مجلس إدارة المؤسسة كوكبة جديدة من القادة لإحياء ذكراهم خلال العام القادم ضمن هذا البرنامج الذي أطلقنا عليه اسم في الذاكرة الوطنية رفاق الدرب. وقد تابعتم معنا ولا زلتم جائزة ياسر عرفات للإنجاز، والتي سيتم منحها بعد قليل لفائز جديد للمرة 16 على التوالي، والتي تحظى بقبول جماهيري واسع وتعزز الإنجاز والإبداع للأفراد والهيئات وفرق العمل. واستمر عمل المؤسسة كذلك بمكتبيها الفرعيين في غزة والقاهرة. واسمحوا لي هنا أن أتوجه بالشكر والتقدير لسيادة الرئيس محمود عباس الرئيس الفخري للمؤسسة على دعمه ورعايته المتواصلين لها. والشكر موصول أيضاً لكل من تابع ودعم عملنا. وفي هذا المقام أيضاً أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور ممدوح العبادي رئيس مجلس الأمناء على متابعته وانخراطه معنا بشكل مستمر، ولإدارة المؤسسة والعاملين فيها كافة لتفانيهم بإنجاز أهداف وبرامج المؤسسة وتعزيز بنائها المؤسسي، بحيث أصبحت مؤسسة راسخة متينة لها حضورها المميز في العمل الوطني الفلسطيني. الأخوات والإخوة جميعاً، سبق وأن أوضحت المؤسسة ومن هذا المنبر بأننا لسنا بحاجة لأي دليل إضافي للجزم بأن الرئيس ياسر عرفات قد استشهد جراء تسميم الاحتلال له بجريمة معلنة من قادته. وهنا نجدد تأكيدنا بأننا نتابع ضرورة أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقاً دولياً خاصاً بهذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم لمعاقبة القتلى المحتلين. من جهة أخرى، فإننا نؤكد أن الاحتلال والاستعمار الاستيطاني هما العقبة الكأداء أمام إحلال سلام عادل شامل في بلادنا، يقوم على إنهاء الاحتلال وإجراءاته وتجسيد استقلالنا الوطني في دولتنا المحتلة وعاصمتها القدس الشريف. في سبيل ذلك، فإن مقاومة الاحتلال ليست خياراً وطنياً فقط بقدر ما هي فرض عين شرعته القوانين والمواثيق الدولية. ولإنجاز مهامنا الوطنية فإننا بحاجة ماسة لتحقيق وحدتنا الوطنية سياسياً ونضالياً وجغرافياً، ومراجعة الأداء لتعزيز صمود المواطن في مواجهة احتلال يستبيح أرضنا ودمنا ومقدساتنا كلهم، حيث لا يزال تماسك الموقف الوطني الفلسطيني
هو الضمان الأهم والأكثر فعالية لتحقيق النصر والاستقلال. الأخوات والإخوة الأعزاء، تبقى القدس درة التاج وعاصمتنا الأبدية، ولها ونحوها تتجه الأعين والأفئدة، ويبقى أسرانا البواسل عنوان الأنف والكبرياء والشموخ، ويبقى تعزيز بنائنا المؤسسات الوطني أمر حيوي لمواجهة التحديات الوجودية لشعبنا. نعاهدكم أن تستمر مؤسسة ياسر عرفات بحمل رايته وذكراه وسيرته ومسيرته ونقلها من جيل إلى جيل، ونعاهدكم أن نبقى أوفياء لعهده وقسمه. الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعاً، والحرية للأبطال، الحرية لأبطال الحرية أسرانا البواسل، والشفاء للجرحى والعودة للمبعدين. أشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للمستشار الأستاذ علي مهنا، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات. سيدات والسادة، في ظلال هذه الذكرى ترفرف روح أبو عمار فوق أرجاء الوطن. وفي هذه الذكرى قررت المؤسسة أن تبدأ من هذا العام بتكريم شخصيات ومؤسسات تميزت بعطائها الوطني، كما شكلت علامة فارقة خلال السنة الحالية، وذلك تقديراً للدور الذي تقوم به. وبناء عليه أدعو للمنصة الأخ الدكتور أحمد صبح المدير العام للمؤسسة لتقديم من سيتم تكريمهم هذه الليلة، فليتفضل. السيدات والسادة، كما سبق قبل قليل، فقد اعتمد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات إضافة فقرة جديدة إلى برنامجنا السنوي المعتاد لإحياء ذكرى الرئيس المؤسس. وبهذا الخصوص يشرفني أن أدعو للمنصة معي كل من دولة رئيس الوزراء دكتور محمد شتية، والمستشار علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، للتفضل إلى المنصة تمهيدا لبدء التكريم. في ظلال ذكرى أبو عمار وباسمه وبروحه التي تحلق فوقنا ومعنا، يكون تكريمنا الأول للحركة الأسيرة الفلسطينية البطلة، ممثلة بأم فلسطينية أصيلة، بأخت مناضلة، بأم شهيد وأم أسرى أعطت بصمودها وثباتها وصبرها مثلاً يقتدى به. أدعو أختنا الكبيرة أم ناصر أبو حميد للتكرم بالصعود معنا. ويقوم الدكتور محمد شتية بتسليم أختنا أم ناصر درع مؤسسة ياسر عرفات باسمه وباسم المؤسسة، ومن خلالها لكل أبطالنا الأسرى وخاصة المرضى منهم، وعلى رأسهم البطل القائد ناصر أبو حميد. كما أن للكلمة الصادقة والتغطية الشجاعة والاحترام وتقدير وتكريم وسائل الإعلام كافة،
فإنني أدعو شيرين أدعو جيفارا البوديري للتكرم بالصعود لنكرم روح شيرين أبو عاقلة في هذه الليلة التي قدمت حياتها من أجل أن تحارب قوة الاحتلال التي تريد أن تغطي الحقيقة. أدعو الأخت أم علي عريقات لأننا بتكريم الدكتور صائب عريقات نكرم قائداً وطنياً كبيراً رفيق درب ياسر عرفات الذي لم يحل المرض دون صموده وعطائه الذي قدم حياته من أجل فلسطين. لروح الدكتور صائب عريقات الذي نحيي ذكرى ارتقائه الثاني اليوم نحيي روحه ونكرم روحه من خلال عائلته الصابرة المناضلة. شكراً لك. تفضل. السيدة والسادة، كما عودناكم وعلى مر السنوات وخلال هذه الفعالية التي تقيمها المؤسسة وفي نفس المكان والموعد سنوياً، كما عودناكم فإننا نقدم لكم فقرة فنية، واليوم وللمرة الأولى سيكون معنا الزجل الشعبي وما يمثله من فن شعبي أصيل تمتد جذوره تاريخياً وثقافياً. أقدم لكم شاعرنا وفناننا الكبير موسى حافظ وفرقته، فليتفضل. إذا عنا أبو عمار سالي الشعب ما كان للختيار سالي إذا عنا أبو عمار سالي الشعب ما كان للختيار سالي الدم الشجعان يا فلسطين سالي وابو عمار اسسها طياب الارض النا والبلاد بلادنا الارض النا عدونا ندى
لنا وعاد حيفا عدونا ومن غز لكوغلنا طرايا الأرض إلنا والبلاد بلادنا الأرض إلنا العالم واللي الشاعر تحت العالم عرفت سجل بالقلم عهد الرجول والقسم فلسطين حل سيوفيها وكل الشعب تحت العالم كلش لك بحلو بجميع حبيبنا يا بلادي نكتب القلم عهد الرجولي والقسم عرفات حنا رجالنا ضي الشاعر تحت العالم فلسطين لبينا النداء مثلي الوطن ما في حدا عدادينا كيد العدا يا ما العدو من الهزا طاعم تحت العدا ليش العرفات سجل بالقلم شعب الفيدا ما بينهزا فلسطين رحلنا سيوفيها كلي الشاعر تحت العالم من غازي لأرض الجليل بلادنا ملغمتين من يافا لأرض الخليل الكل عهد بالقسام شاعر تحت العالم كلش أبو عمار اللي بينتخي بالدم يا شعب سخي عزم البطل ما بيرتقي غضا شديد ومن قدام يا ديرتي ما أجملك إني بها وطلابك ملك روحي في عيونك إليك ظل حظي بالموت ابتسام مشينا الضرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب والشعب ما بيموت هنا مشينا الضرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب والشعب ما بيموت والثورة يا فلسطين والشعب متحدين عزيمتنا ما تنين خلي الظلام يموت مشينا الضرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب والشعب ما بيموت دم الشهيد الجبل بالحب صخر الجبل دم الشهيد الجبل بالحب صخر الجبل وبلادنا من عسل وحجار غياخود لا مشينا الضرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب والشعب ما بيموت من غزة لجنين بالوطن متحدين بالغزة ملاجئين بالوطن متحدين من عكا لعب الليل بكرة المسير تفوت مشينا الضرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب و
والشعب ما بيموت محلى مشينا الدرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب والشعب ما بيموت ورجال ابو عمار يوم الندى ثوار رجال ابو عمار يوم الندى ووار نحنا عشقنا النار ما في حكي وسكوت نحنا عشقنا النار ما في حكي وسكوت نحنا مشينا الدرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب والشعب ما بيموت فلسطيني غنى والدار داري فلسطيني غنى والدار داري مهمني لو دولاب الغدر داري الشعب بقصة أوطان داري رسم لا خيمة بدم الشبايا لا مشينا الدرب من غزة لبيروت عرفات كل الشعب والشعب ما عرفات عرفات عزم الثورة والثورات مات الجسم بس الهدف ما مات نحن بوطننا بحكم التحدين نصحى عصوت المدفع وبنبات نحن بوطننا العمر متحدين نصحى عصوت المدفع وبنبات نزرع وفاء نزرع زيتون وتين ونضحك رغم ما هولوا الآهات للموت نحنا شرف مبتسمين وساحاتنا للمعركة ساحات رغم العدا والظلم موجودين مليون جولي وفي لنا جولان حتى الطفل يلي بثلاث سنين عنده بغوى فلسطين تضحيات إن مات يا عرفات يا فلسطين أطفالنا ببلادنا ظلوا في كل طفل تلقى ألف عرفات يا وطن قال يا وطن خذني وبس خليني يا وطن خذني وبس خليني آخذ قبر وابقى فلسطيني فلاح جدي بقى الوطن تعبان حافر حجر على جفت الديني نحن بوطننا كلنا إخوان اللي على جبينك على جبيني القدس بدغى تطرد الشيطان وتعيد عمجادي وتكويني وترجع المبنى لبن كنعان يجري بدم بلادي وشراييني زيت الزيتون اللي بوطننا كيان من دم شهدانا بيعمل زيت ومن قهوته بيملي فناجين
كل الوطن محزون يا الأسرى، كل الوطن محزون يا الأسرى، وكل الشعب كرمالكم ثورة. احنا انخلقنا هون حتى يكون بيت الكرامة ومنبت الأسرة، نحنا الشرع والدين والقانون، وبالأقصى عنا جايز العمرة، نحنا الوفا وماض وفينا يهون، نحنا لنا عالمرجل قدرة، الأسرة فلا تقولوا سجن مسجون، السجن ومسجون عقباله لكن بحاله هيك ما بيدرى. ما سمعت بتنهد أعصابي، كل ما حكوا تنهد أعصابي، وهذا الوطن موجود أحسابي، هذا الفلسطيني صاحب حق، الأرهاب عني قال إرهابي، يتآمروا علينا بغرب وشرق، نحن السماء والكون بوابي، أو نحن النيران اللي بتحرق حرق، نحن ما كنا طير بالغابي، دماتنا هي الرعد والبرد، ومسجل التاريخ بكتابي، بأعداءنا يا صاحبي لا فرق، بس الوطن بيظل أصحابه وتراب غاب بلادنا ترابي. أوف 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 يا بلاد بدي بصح جميلكم هيك مش فلسطينية احنا هسه نغني عادي. قال يا بلاد الزعتر والتين اللي فيغا بيكفيغا، عندي قعدة بفلسطين بتسوى الدنيا وما فيغا. يا بلاد الزعتر والتين ثواب المجد بتكسيغا، عند صهرة بفلسطين بتسوى الدنيا وما فيها، عند القعدة بفلسطين بتسوى الدنيا وما فيها، عند القعدة بفلسطين بتسوى الدنيا وما فيها. قال من عكا لصفا تغنيت وبالناصري كل بيت، من هون حتى الكويت اشواق الحب نوديها، عند القعدة بفلسطين فلسطين المثلى ما صار، بيت معمر بالثوار، قاعدنا أبو عمار بأولها وتاليها، عنا ما بيبقى محتل، لازم هالظالم ينذل، قولوا للي فوق التل يضب الفرش ويطويها، عنا القعدة بفلسطين تسوى الدنيا وما فيها، عنا القعدة بفلسطين تسوى الدنيا وما فيها. قال مين القلك عرفات، عرفات استشهد ما مات، نحن أبطال الثبرات وعنا رجال بتحميها، عنا القعدة بفلسطين تسوى الدنيا وما فيها، عنا القعدة بفلسطين تسوى الدنيا وما فيها. أي فلاح وعايش ملاح، عايش ببلادي مرتاح، من المغرب للصباح الشجرة بعيني بسقيها، عنا القعدة بفلسطين تسوى الدنيا وما فيها، عنا
احنا القاعدين فلسطين تسوى الدنيا وما فيها. هاي نزلت الميدان خيل فلسطين ونزلت الميدان والكيد العدوى فلسطيني والكيد العدوى. نشام وأحرار نمتنا ديبهم نشام وأحرار جال أبو عمار ميني عبيبهم ربع أبو عمار. ردين العدوان فلسطيني ردين العدوان ردين العدوان ردين العدوان ردين العدوان ردين العدوان. من هاب العادينا لجل الفدا جينا كرم البلاد ويوم الفدا جينا. من جبال النار نادي جنين ومن جبال النار باسم ابو عمار وتحيا فلسطين باسم ابو عمار. واسمع كلامي والموت استنى واحسب ايامي. اسجل بالدفتر بكتب كلامي والموت استنى واحسب ايامي. اما حرية وارض كرامة واما المشاريق يعلقونا. شو بدك بي نادات بلاد الواجب عباية. هل يما يا يما شو بدك بي نادات الواجب واجب عباية. هل ودي للعصر من لتقي وحي الأبطال اللي مجدونا. هاي بد العزيمة تقوى عنا يوم الكرامة ترفع الراس. العباد القدس دقات جراسي جمعة الدين جامع وتناسي. بتقدير وشوق واحساسي للي عطونا الزمن حبونا. تعلمنا الكرامة ألف باب القدس من دمنا حراس بابا الطفل بالمهد قبل يقول بابا بيقول القدس إلنا ولا تغير.
حي الزمان اللي جمعنا ولمنا، حي الزمان. حي الزمان جمالا شكرا لحضراتكم، بارك الله فيكم. شكرا للفنان الكبير موسى حافظ وفرقته. سيدات والسادة، كما تعلمون فإن لجائزة مؤسسة ياسر عرفات تقاليد ونظام خاص، وتتميز هذه الذكرى من قبل مؤسسة ياسر عرفات ولليوم وللمرة 16 على التوالي بمنح جائزة للعام 2022، وهذه الجائزة لها شروطها ولها مقاييسها وتمنح لمن يستحق. اسمحوا لنا أن نشاهد وإياكم الآن شريطاً يظهر من فاز بالجائزة خلال السنوات الماضية، وبعد ذلك تتفضل دكتور علا عوض عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الجائزة لإلقاء كلمتها والإعلان عن الفائز بالجائزة لهذا العام. وبعد تسليم الجائزة أيضاً سنشاهد فيلماً وثائقياً قصيراً عن الفائز وكلمة مختصرة منه. جائزة ياسر عرفات للإنجاز، جائزة وطنية تمنح سنوياً لتشجيع الإبداع والأعمال الجادة والمتميزة في مجالات العمل الوطني المختلفة، وقد منحت في العام 2007 للجنة مقاومة الجدار والاستيطان بالعين، في العام 2008 لجنة إعمار الخليل، 2009 جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 2010 يبوس للإنتاج الفني ومعهد ماس للأبحاث الاقتصادية، 2011 فرقة الفنون الشعبية، 2012 جامعة النجاح الوطنية ومستشفى المطلع، 2013 الشاعر سميح القاسم، 2014 مجمع الشفاء الطبي غزة، 2015 دار الطفل العربية، 2016 مؤسسة الكمنجات والمسرح الوطني الحكواتي، 2017 غبطة البطريرك ميشيل صباح وسماحة المفتي الشيخ محمد حسين، 2018 جامعة بير زيت، 2019 رواق للمعمار الشعبي وجامعة الاستقلال، 2020 فاروق القدومي ونايف حواتمه. أما في عام 2021 لفعاليات المقاومة الشعبية بات أنموذجاً. جائزة ياسر عرفات للإنجاز لعام 2022. ندعو دكتور علا عوض إلى المنصة. مساء الخير جميعا.
دولة رئيس الوزراء دكتور محمد شتية، ممثل فخامة السيد الرئيس حفظه الله، الأستاذ علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الأخ دكتور أحمد صباح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، السادة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري، السادة الوزراء ورؤساء المؤسسات، السادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي، الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة ولجنة الجائزة وطاقم مؤسسة ياسر عرفات، السيدات والسادة الحضور الكريم كلاً باسمه ولقبه، أسعد الله مساءكم بكل خير. لقد بات 11/11 من كل عام يوماً وطنياً فارقاً في حياة الشعب الفلسطيني، نستذكر فيه الرئيس الراحل أبو عمار ومسيرته النضالية، ونستلهم منها معاني الصمود والتحدي والكفاح، لتبقى كوفيته عنوان فلسطين مترسخة في ذاكرة شعوب العالم وحية في ضميري ووجداني كل فلسطيني، وذكرى نستمد منها العزم والإصرار على مواصلة المسيرة حتى تحقيق حلم الياسر بأن يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، فالفكرة باقية والدولة قادمة والقدس العاصمة. وكما كل عام تتوج مؤسسة ياسر عرفات فعالياتها لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الرمز أبو عمار بالإعلان عن الفائز بجائزة ياسر عرفات السنوية للإنجاز، وقد تشرفت بأن أكون رئيساً للجنة الجائزة للعام الثاني على التوالي مع زملائي أعضاء اللجنة. الحضور الكريم، لقد دأبت مؤسسة ياسر عرفات على منح هذه الجائزة سنوياً منذ تأسيسها في العام 2007 بهدف تشجيع الإبداع والأعمال الجادة والمتميزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات وفرق العمل في مجالات العمل الوطني، الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي والعلمي الأكاديمي. ونحن اليوم بصدد الإعلان عن النسخة 16 من الجائزة، وقد منحت الجائزة على مدار الأعوام السابقة لمؤسسات وشخصيات وطنية قدمت خدمات جليلة ولها بصمات وإسهامات مميزة في خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته، حيث يمنح الفائز براءة الجائزة ومجسماً رمزياً إضافة إلى مبلغ 25,000 دولار. وقد تم الإعلان عن الجائزة هذا العام خلال الفترة من 1/5 ل15/8، وواكب ذلك حملة إعلامية للترويج للجائزة والتعريف بها وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم طلبات للتنافس عليها، وذلك على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. يتم النظر للأعمال المتنافسة من أوجه متعددة للتميز، كالأصالة والإبداع، النهج القيادي، التأثير الإيجابي والمستدام، التقدير الشعبي، إضافة إلى الجهد المبذول في إنجاز العمل. وقد خضعت جميع الأعمال المتنافسة لمرحلة تقييم أولية تم فيها التأكد من مدى توفر كافة مسوغات وشروط ومتطلبات الترشيح، ومن ثم خضعت الأعمال المؤهلة لمرحلتين من التقييم، انتهت باختيار 3 أعمال تمثل قائمة مصغرة للعام 2022، وهي بلدية رام الله، جمعية الحق في الحياة غزة، مركز عناتة الثقافي. وإذ نؤكد على أن جميع الأعمال المتنافسة على الجائزة تشكل إنجازات وتستحق التكريم، فكل الشكر والتقدير لهم جميعاً مرشحين ومرشحين. فقد قررت اللجنة وبالإجماع
منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2022 إلى بلدية رام الله. والآن أدعو دولة الأخ دكتور محمد شتي رئيس الوزراء، تفضل، والأخ علي مهنا القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لتسليم الجائزة. أدعو أيضاً السيد عيسى قصيص رئيس بلدية رام الله للتفضل باستلام الجائزة. شكراً. ألف مبروك لبلدية رام الله، مع أمنيات التوفيق لها دوماً في خدمة وطننا وشعبنا. وأترك المجال الآن للأخ رئيس البلدية لإلقاء كلمة مقتدبة بهذه المناسبة. دولة رئيس الوزراء الأخ الدكتور محمد شتية، الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، الإخوة أعضاء اللجنة المركزية، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والأسماء، مجلس أمناء وأسرة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات رحمه الله، طاب مساءكم مساء رام الله النابضة بالحياة، رام الله العازمة على البقاء عنصراً رئيساً في معادلة البناء، وصولاً إلى فلسطين التي نرنو دولة مستقلة عاصمتها القدس. اليوم بالتزامن مع ذكرى رحيل القائد المؤسس أبو عمار رحمه الله، نتشرف بالتواجد معكم وبينكم، ونحن اليوم نجدد العهد لصاحب العهد بأن نستمر في العمل نحو مستقبل أفضل في شهر جمع بين وجع الرحيل وإعلان الاستقلال في ظروف بالغة التعقيد تعيشها قضيتنا. باسمي وباسم أهالي رام الله، بمواطنيها ومغتربيها ومجلسها البلدي وطاقم البلدية، أعبر عن بالغ الاعتزاز والفخر بهذه الجائزة الاستثنائية، لأنها تقترن بصاحب الفعل الاستثنائي، فأقل ما يمكن تقديمه من وفاء لمن سعى جاهداً لوضع فلسطين على الخارطة أن تكون رام الله دوماً على الخارطة الفعل والتقدم والازدهار. وسيظل أبو عمار مثالاً يحتذى باحتواء الكل الفلسطيني، وهو نهج بلدية رام الله ومجلسها ورئيسها. كلنا فخر بأن تكون بلدية رام الله أول بلدية تفوز بهذه الجائزة الاستثنائية، لأن في ذلك تأكيداً بأن العمل المتميز يقابل بالعرفان والتقدير من المواطن والمسؤول والمجتمع. جائزة اليوم هي تكريم لإنجازات صنعت بأيدي فلسطينية وروح فلسطينية عملوا من أجل هدف واحد، رام الله وأهلها ومحبيها، من أجل المواطن. هذا التكريم هو تقدير لنهج البناء والعطاء المتواصل لبلدية رام الله التي لا تهدأ ولا تنام. استمتعنا، سنستمتع الآن بمشاهدة الفيلم القصير الذي يستعرض إنجازات بلدية رام الله في مجالات مترابطة تشكل نسيج خدمات تهدف لبناء الوطن والإنسان. وستتساءلون ما سر هذا النجاح والتميز وما يكمن خلفه. أسباب كثيرة سأذكر القليل منها.
أولاً، بالنسبة لنا الشراكة المجتمعية ليست مجرد شعار رفعناه، بل نهج يستشعره المواطن. ثانياً، كنا من المتعافين الأوائل كهيئات محلية في الوطن والمحيط، لا بل والعالم، من تداعيات فيروس كورونا، وسيوثق ذلك قريباً ويتحدث العالم عن تجربة رام الله. فنحن عضو فاعل وملتزم بشبكة المدن المنيعة، ولنا باع طويل في التعامل مع الأزمات. بالإضافة إلى المدن المنيعة، رام الله عضو فاعل في شبكة المدن الذكية وشبكة المدن المبدعة والصديقة للبيئة وغيرها من الشبكات العالمية، وحضورها لافت ومؤثر في ظل أحلك الظروف التي نعيش. التفكير الإبداعي خارج الصندوق للجمع بين الأصالة والحداثة، والاهتمام بخلق مشهد ثقافي رائد يليق بالمجتمع. اليوم، وبعد تسلم رئاسة بلدية رام الله في عرس ديمقراطي كانت رام الله فيه النموذج، أشعر بالفخر والشرف لحمل هذه الأمانة لخدمة المواطنين ومدينتي، للحفاظ على ما بنته بلدية رام الله منذ سنوات. أفتخر وبتواضع أن أستمر بمسيرة البناء التي بدأت قبل 114 عاماً. في هذا الموقف نستحضر كل من أرسوا دعائم البناء على امتداد المسيرة، وكلمة السر كامنة في ذوبان الأنا والانتصار لنحن. رام الله متفائلة بطبعها، وقد استلهمت البلدية ذلك في رؤيتها المتمثلة بأنها مدينة متفائلة مستدامة وشاملة، فخورة بثقافتها وتتحكم بمصيرها. هي مدينة سباقة وريادية تمضي مرفوعة الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيف فاعل للتكنولوجيا. وإذا كان البعض يخطط لعام، فنحن نخطط لخمسين عام. نفذنا عديد البرامج، وأنجزنا عشرات الخطط والاتفاقيات، وحصلنا على مئات الجوائز، لكن جائزة اليوم هي الأغلى والأعز، ويكفي أنها تقترن بالقائد الرمز. شكراً لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية التي تعاقبت على قيادة بلدية رام الله منذ ولادتها عام 1908 وحتى دورة مجلسنا الحالي. شكراً للعاملين الذين تفانوا خلال سنوات خدمتهم في بلدية رام الله منذ التأسيس ولا زالوا يخدموها. شكراً خاصاً للفريق المبدع الذي عمل على إعداد طلب الترشيح، المدير العام أحمد أبو لبن، مديرة دائرة الآي تي صفاء الدويك، مديرة دائرة الصحة والبيئة ملفينا الجمل، مديرة دائرة التنمية الثقافية والمجتمعية سالي أبو بكر، مديرة منتدى الخبرات المبدعة فليسيا أديب. شكراً للدكتورة حنان عشراوي التي آمنت ببلدية رام الله وقامت بترشيح بلدية رام الله للجائزة. نهدي هذا الفوز والإنجاز لجميع مواطني مدينة رام الله الذين أحبوها وآمنوا برسالتها، وهي تسعى كل يوم لتبادلهم الحب والعطاء. شكراً لمؤسسة ياسر عرفات وللجان التحكيم، ففي رام الله ضريح وعنوان لمن كان الرمز والعنوان، وليس أقل من أن نحقق حلمه في أن نكون وسنكون، فهو الذي علم الدنيا أن الحركة والفاعلية متى ما ارتبطت بنبالة المسعى فلا مجال للسكون. من رام الله، شكراً لكم. شكراً، فرق كبير. شكراً جزيلاً للأخ عيسى قصيص. وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدير لزملائي أعضاء لجنة الجائزة ولأسرة مؤسسة ياسر عرفات، ممثلة بمديرها العام وطواقمها على جهودهم وتعاونهم. والشكر موصول لكم جميعاً أيها الحضور الكريم على اهتمامكم ومشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقاً من رؤيتها لمدينة رام الله، مدينة متفائلة ومستدامة وشاملة، فخورة بثقافتها وتتحكم في مصيرها،
تسير بلدية رام الله بخطى واثقة من أجل أن يكون الجميع في هذه المدينة بغض النظر عن إمكانيتهم أو جنسهم أو خلفيتهم الدينية والثقافية والاجتماعية قادرون على المشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص والمشاريع والبرامج التي توفرها البلدية. وتعتمد بلدية رام الله في توزيع خدماتها على جميع الساكنين في المدينة ومؤسساتها بناء على أسس العدالة والشراكة والتكامل معهم، فتسعى إلى نمو وتطوير المدينة بشكل عادل لجميع فئاتها السكانية. الاختلاف والتنوع البشري في هذه المدينة ما يميزها ويشكل عنصر قوة رئيسي لها، فكل شخص يملك قدرات مميزة ومختلفة ليشكل بناء المجتمع. وهنا تكمن فرصة بلدية رام الله في تعزيز وتقديم العدالة في الوصول والاستفادة من الخدمات والبرامج والأماكن من خلال الممارسات والسياسات والإجراءات التي تساهم في الدمج الاجتماعي. فعلى صعيد البنية التحتية تقوم البلدية بشق وإنشاء شبكة طرق تخدم جميع سكان المدينة وزوارها، كما تتأكد من أن جميع شوارعها ومبانيها مؤهلة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة. كما تعمل البلدية على مدار 24 ساعة في الأسبوع على جمع النفايات وتنظيف الشوارع من خلال فريق من العمال والآليات المتعددة يعمل في جميع أحياء المدينة دون استثناء. كما تعمل فرق أخرى على تجميل المدينة وميادينها وزراعة الأشجار والأشتال وبناء الحدائق العامة ومناطق ألعاب الأطفال التي تشكل بيئة آمنة لهم. وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي قطعت بلدية رام الله شوطاً كبيراً وفق سياسات ثقافية تهدف إلى دمج جميع سكان المدينة وفي كثير من الأحيان زائريها أيضاً في برامجها ومشاريعها الثقافية، فنرى مشاركة واسعة لجميع شرائح المجتمع في فعاليات البلدية من كبار في السن، منتدى الخبرات، أو من خلال المركز البارالمبي لرياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة، مجمع رام الله الترويحي، أو برامج خاصة للأطفال في مكتبة الأطفال، أو مشاركة الفنانين بيوت الفنانين في البلدة القديمة بالمدينة. أما المشهد الأوسع يكون في فعاليات البلدية في الفضاء العام مثل مهرجان وين رام الله أو سوق الحرج الذي يضم الآلاف من المواطنين الذين يشكلون تنوعاً في أعمارهم وأذواقهم وآرائهم. وهنا ترسم رام الله ثوباً من نسيج أبنائها ومحبيها وزوارها يمتزج فيه الفن والأدب والسياسة والطفولة والحكمة ويتكلل بالفخر بكل تضحيات أبنائها الأسرى والشهداء.